مشاهدينا هنا تلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فوق نشرة الأخبار الدارجية. أعلن المتحدث بأسهم برئاسة الجمهورية برام محمد بالاتفاقية عن الأوراق عن السلام بين الحكومة واللجنة الدفاع عن منطقة مسكي. نتابع جزء من كلامه بالترجمة الصحيحة. خلال الساعات القليلة الماضية أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السيد برام محمد عن توقيت مذكرة تفاهم للسلام مع الحكومة في الثامن من الشهر الجاري مع لجنة الدفاع الذاتي بمنطقة مسكي، والتي يبعث العمل والتفاعل في نفوس المواطنين لعجل العيش الكريم. هذه المبادرة النبيلة التي اتخذتها الحكومة لأجل الرأب الصدى بين المواطنين والقاطنين هناك في سبيل الاستقرار الاجتماعي والقائمين بأمر تنقيب الذهب في الولايات الشمالية تهديدا ولاية تبستي، وهذا ما أحدث فرقا في السياسات الحالية لرئيس الجمهورية رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو في هذا الظرف، وأن هذه الاتفاقية المبرمة جاءت على خلفية الزيارة الاستطلاعية التي قام بها مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يوسف بوي بغرض تعبئة المواطنين للعيش معا بهدوء والتوافق تحت سقف واحد مواطنين كرماء، وتندرج مذاكرة التفاهم في سبيل تهدئة الوضع والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما أن اللجنة المحلية للدفاع الذاتي التي وافقت على تبني مشروع السلم الاجتماعي لهو دليل على أهمية التقارب والثقة المتبادلة بين الحكومة والمؤسسات المدنية، وهو ما يفتح الباب واسعا لإجراء المحادثات البناءة التي ترمي إلى تحقيق العيش المشترك وقبول الآخر، وتؤسس بإطار مبدعي يعمل على جلب السلام والأمن والرفاهية الاجتماعية. وهذا ما يدعو إليه هرم الدولة رئيس الجمهورية رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو، والذي يعلوه الأمل في أن يجعل البلاد والشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار والسلام والوئام، وأن هذه المبادرة يؤول إليها كثيرا في إحداث نقلة نوعية في عمليات السلم الاجتماعي وتحقيق الازدهار، وأنه ما من شك أن تهدس هذه الاتفاقية صدى كبيرا للتلاحم الاجتماعي والعيش معا في هذه الأراضي الشاسعة الواسعة التي يسعى لجميع أبناء تشاد الطامحين في استغلال ثروات بلادهم بالطرق المشروعة وقطع الطريق أمام العبثين وعدم إهدار ثروات السودان دون منفعة. استقبل الوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي الدبلوماسي أن استقبل للسفير عن دولة الأمريك، وبعد من الممثلين عن الدبلوماسية اللي كان مجرم في بلد تشاد. نتابع التفاصيل بصورة. امتدادا لتوطيد العلاقات بين البلاد والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف بالعلاقات الأدلية بين البلدين في العديد من المجالات خاصة الأمنية والسياسية والاستثمارية، فقد استقبل اليوم وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج محمد صالح النزيف السفير الأمريكي لدى البلاد، والذي جاء بعد زيارة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في القمة الإفريقية الأمريكية، حيث تباحث كبير الدبلوماسية التشادية مع السفير الأمريكي سبل تعديل العلاقات المشتركة بين أنجمين وواشنطن. كما تناول الدبلوماسي الأمريكي مع الوزير النظيف أيضا أهمية التعاون والرؤى المشتركة المستقبلية، لا سيما الجانب الأمني في الإقليم والشريط الحدودي في دول الساحل، فضلا عن مخاطر وجود القوات الروسية الفاغنر بجمهورية إفريقيا الوسطى والتي تهدد على أمن دول الجوار.
تقوية عواصر التعاون بين الحكومة ومختلف البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد كان أهم محاور لقاءات وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج السفير محمد صالح النظيف، حيث التقى الوزير في أول مقابلته لهذا اليوم برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة آن كاترين، بحضور الأمين العام ومديرة الهجرة والتشاديين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية. ويهدف هذا اللقاء إلى المناقشة حول ضرورة مكافحة الهجرة الغير شرعية. أما المقابلة الثانية، جمعت الأمين التنفيذي للجنة هود بحيرة تشاد ورئيس بعثة القوات المشتركة متعددة الجنسيات مامان نوه، الذي أكد عقب خروجه بأن اللقاء يندرج في إطار تقديم التهاني وتبريكات إلى رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو بالعام الميلادي الجديد 2013، وكذا اختياره رئيسا دوريا للجنة هود بحيرة تشاد خلال القمة الأخيرة للجنة المنعقدة في أبوجا العاصمة النيجيرية. هذا وقد حضر في هذا اللقاء كل من الأمين العام للوزارة والمديرة العامة لإفريقيا والتكامل الإفريقي. هذا وفي ذات الإطار التقى الوزير محمد صالح النظيف الممثل المقيم لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر أحمد حسن روزي، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المثمر بين البلاد والوكالة الأمنية للملاحة الجوية. التقينا مع الوزير وناقشنا معه في جميع المواضيع الذي يخص الطيران المدني ويخص أيضا الوكالة السكنة. منذ سنين السكنة موجود، وهي أسست عام 1959، هي من أقدم الوكالات الموجودة حاليا في إفريقيا ويشتمل 18 دول إفريقية. نذكر بأن مثل هذه الزيارات ستسهم في تقوية العلاقات بين البلاد مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية. الوزارة عن الثروة الحيوانية كان انطلق رسميا كي المشروع عن البرابس دي وتكمن بالتعاون مع مشروع الإقليم للدعم الرعوي في الساحل كان سو اللانسما هنا برابس دي في تشاد. المشروع اللي كمان كان انطلقوا من عام 2022 لقيت عام 2027، وده كمان من أجل تحسين الحياة هنا المواطنين، منها كمان 30% للأوين. والمشاريع كمان كان يبن فوق الماء وبعد من المخار حن الحيوانات. الرئيس المنسقية المكلف بالمتابعة للمطالبات الحركات السياسية والعسكرية كان في اتفاقية عن الدواء السلام كان قدم حديث صحفي فيما يخص متابعة وتنفيذ اتفاقية عن الدواء السلام. نتابع جزء من كلام باسم الحركات المسلحة السابقة، واخترنا 3 نفر يمثلون في لجنة المتابعة اتفاقية الدواء، والحمد لله بكل إريحية باتفاق اتفقنا على 3 أشخاص يمثلون في اللجنة. الإخوة اللي اخترناهم اللجنة الثلاثية، واحد أخونا اليمين حجازي من حركة إيفر، أخونا جلماي ليسو محمد من حركة MDGT، أخونا دكتور حسين أحمد من حركة EFCD. اخترا لهنا تجاوزنا كثير من المهمة المتعلق بالأكورد دوحة، وبإذن الله لهنا نمشي إلى الأمام. هي كانت اتفاقية دوحة اتفاقية ما صاحلة، اتفاقية جات في ظروف مهمة جدا بشجاعة من قائد الدولة الرئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبي، فهو قائد السلام.
مشاهدين تلفزيون النصر بالخبر خلاص كملت النشرة التاريخية. نشكركم كثير بشي في مجلة النصر. نخليكم كمان تعملوا متابعة سريعة وباقي البرنامج على تلفزيون النصر. فضلت أقول أفعل الأخ